بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق الثلاثة. يا جماعة النهاردة الثلاثة 14/12/2021 هنخش نشوف أسعار الجاموس العشر والوالد والحلاب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذه أول جاموسة معانا يا جماعة بالصلاة على النبي تبارك الله. لسه والدة دي ولا عمدة؟ أيوة 10 أيام. 10 أيام بالصلاة على النبي. كام لبنة عمدة؟ اللبن 4/4. 4/4 لبن هاي جماعة. الصلاة على النبي. طيب ال 4/4 كويسة ما شاء الله. تبارك الله. الصلاة على النبي. أول ولد ده عمده ولا ثاني ولد ده؟ أول ولد ولا ثاني ولد؟ أخير ولا عارف. ثالث ولد؟ الصلاة على النبي. إيه الفلوس عمده؟ 27.5. البيع والشراء 27.5؟ 27.5. الصلاة على النبي تبارك الله. بشتري المعلم زكريا. ازيك عم زكريا؟ ايه اخبارك يا حاج؟ اشتري 27.5؟ ايه اخبار السوق النهارده يا حاج؟ والله يعني ان شاء الله خير. الجو مريح ولا شاب؟ الجو بدا يريح يعني. ابتدى يريح صح؟ بدا يريح. الصلاة على النبي. ايه سبب التريحة دي؟ والله السيولة الفلوس الناس ما فيش يعني. الجو مريح. والاكل غالي. والاكل غالي. البهايم غالي. اللبن تلوك متحرك شوية. اللبن ليه سعر. بهيمة اللبن لها سعر. مواسم هي. ايوه. ايوه الموسم. يعني دلوقتي بهيمة اللبن. بهيمة الشتاء. ايوه. معروف دول انت كله دلك في الشتاء الجاموس. الصلاة على النبي تبارك. بهيمة يعني شوف كل البهايم دي نازلة. كله لبن. ما بيقعش. بتباع. اللبن شغال اكثر حاجه. اللبن الجاموس ما شاء الله يعني سعره حلو مش وحش يعني. الصلاه على النبي. تبارك الله. كم عايزين تسيبوا رقم تليفون للجاموسه دي لو حد حدد عينه؟ مش عايز يبيعها؟ انت اشتريت لحد 27.5؟ الصلاه على النبي. الصلاه على النبي. هذا يا جماعه الراي اللي اشترى فيها لغايه 27.5 والراي اللي بيعني في حد. الصلاة على النبي. دي لبن ولا والدة دي ولا؟ والدة. الصلاة على النبي. تبارك الله. كم لبنها دي عمدة؟ 7. هات الدر هات الدر تتعلم الدر. الصلاة على النبي. بقول لك على 7. يعني استلم 7؟ 7. ما تجيب السبعة دي يا أخي. هبيعه على 7. هتبيعه على 7؟ بالصلاة على النبي. الولد الكام ليها دي؟ الولد الثاني. الثاني؟ الصلاة على النبي. ايه تحتيها هي؟ ذكر انت؟ تحتيها ذكر يا جماعة. الصلاة على النبي ماشي. الصلاة على النبي. ايوه معلم الله ينور عليك يا عمي. الصلاة على النبي. هذا يا جماعة يا موسى تبارك الله. اتوقع سعرها زايد دي. توقعات يعني. ايه الفلوس عمدة؟ 34. الشراء 36 والفلوس 34. فلوس 34 والشراء 36. يعني حطوا لك 2000 عرق فيها. ما بعتش؟ لا. ليه كده؟ لسه ما فيش فلوس كان ناخد رزق. يعني البيع كان قايل؟ الصلاة على النبي. طب واللي هنا دي عمده؟ قلبها برضه 7 لبن. هذا يا جماعه الراجل بيقول 7 لبن. 7 و7. 7 و7. الولد الجديد. الولد الكامل يا؟ الولد الثاني برضه. الولد الثاني؟ هاي يا جماعه. فين قايلها هي؟ ده هي مشكارة ده؟ تحتيها ذكر انت؟ تحتيها انت يا جماعة. عصروا له شكارته ثانية ابو رفاعي مش نافع. عصروا له شكارته ثانية. ايه اخر بيع وشراء يا محمد؟ فلوسها 31. فلوسها 31. الصلاة على النبي. بس يا اخي مش السوق مريح اليومين دول ولا الاسعار شادة ولا؟ مريح لو مش مريح ب 33 34. 33 34. يعني الجاموسة تنقص كام في التريحة ده؟ الجاموسة تنقص كام في التريحة ده؟ 2000. الصلاة على النبي. واللي هناك دي معاك ها؟ الصلاة على النبي. هذا يا جماعة الجاموسة زي ما انتم شايفين الدرع تبارك الله يا اخي. خذ الحلبات بتاعتي. الصلاة على النبي. عيل هذا اللي هنا؟ الأسود ها؟ ذكر برضه؟ ذكر. هاي الفلوس عمدة؟ 31.5. 31.5. السلام عليكم. اسم الكريم؟ أحمد حسن. ازيك عم أحمد؟ كم رقم تليفون عم أحمد؟
041 57 56 اللي يجي لك يرن عليك من طرف القناة يكرم برضه عم أحمد. يكرم فوق راس. الله يوسع عليك. يكرم فوق راس. يعني نهدي مع الدنيا شوية بس. بس حد عليها فلوس. ماشي في العرق عشان عرقك شديد انت. اكرم في العرق. الله يوسع عليك عم. الله يوسع عليك. نارك ابدا حق. الله يصور الجميل عشان الدنيا زينه. صل على النبي عم. ان شاء الله. تبارك الله يا جماعه. فيها خمس محاليب دي؟ لا ستة. ستة؟ ستة يحلب. ستة بيحلب. ستة بيحلب. تقدر تجربهم لي؟ لا جرب لا صعب الجنب. ستة يحلب يا عم. الصلاة على النبي فيها ست محاليب يا جماعة تبارك الله. ورا عيلة هي؟ عيلة. يقول الستة أحلى؟ يا عم تفرج. صلى على النبي تبارك فين عيلها يا عمي؟ عيلها يا عمي ما شاء الله الولد الكام ده عمده؟ الولد الكام ده؟ الولد الخامس الولد الخامسة ما شاء الله تبارك الله وين الفلوس ولا البيع والشراء عمده؟ والله البيع والشراء لسه يا شيخ طب فلوسها ايه؟ ولا عليها فلوس والله من البيت يعني ما سمعتش فيها حاجة؟ 38 من الله 38 عايزين 38 الصلاة على حضرة النبي الستة يحلبوا مش الأربعة، تحلب الستة شغالين. كم تليفونك عمده؟ 011 011 29 81 81 9675 9675 اسم الكريم؟ أحمد حمد من ما شاء الله عم أحمد من ضراوي الرايل يا جماعة معايا يا موسى يعني تبارك الله، لبنها كام يا عمده؟ أربعة وأربعة الله ينور عليك يا عمده. أربعة تحلب أربعة ستة تقدرش تجربهم لحق؟ أجربهم يا ريت يا الله يوسع عليك. الثابت على مهل على مهل يا جماعه احنا عايزين نجرب السته الصلاه على النبي تبارك الله حياك يا موسى من نوال صلاه النبي صلى الله عليه وسلم تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله بس تبارك الله الله يوسع عليك انزين اتلبى تبارك الله بسم الله ما شاء الله في حاجة ثانية معاك عمدة؟ الصلاة على النبي تشكرينا حق توسع عليك الصلاة على النبي الجاموسة يا جماعة بسم الله ما شاء الله تبارك الله يعني وانت برضه لو اشتريت وبعت معاه يعني هتنزل على 38 يعني 38 هو بيتمنى ال 38 بس وقت ما بتحضر الفلوس اللي الكاش بتبقى العملية أقل من كده يعني. يا جنة ضريرة بتحلبها يا راجل. هدوا هدوا هدوا. ضريرة بتحلبها. يا عالم إيه؟ إيه يعني بيقول على الكلام ما بستون. دور حبيبي. خمسة وعلى الحل. خمسة وخمسة. يا موسى بتحلب خمسة وخمسة وعلى الحل. ولو واحدة ضريرة بتحلبها. بالصلاة على النبي. لو واحدة ضريرة. بتحلبها والده هي ولا لبن والده حق والده تحتي انت تحتي انت يا جماعه ها خلينا في ماشي عمي عايزين نتمصلح احنا يوزن عايزين نتمصلح يا يوسف ايوه بعد ما نخلص هو طب عايزين نخلص احنا عايزين نخلص يا يوسف 18 ليه بتغمر؟ يا اخي اشتري يا اخي صلي يا راجل غير المحبه يا راجل غير المحبه يا ابو الشريعه يا راجل انت جاموس والدك عشان احييك حياك 18000 يفتح الله اكمهم في يدك يفتح الله يا ابو الشريعه يا عم يا بنت انا بعت على بنت هو عاوز الحبل انا عاوز ادي لا ما هو انا ادي جميع الشروط وادي خمسة وخمسة على الحل عاوزيني على المرعى العادي انت قول يا ابويا على المرعى العادي
هذه خمسة وخمسة على الشروط ولا واحدة مريرة تحلم على الحل ما تحلم على الآدم يا حل عليها هي عليها فلوس يا جاموس البيت اللي عشر خمس سنين يا خمس سنين ولدت وتعبت تتعبت في الولادة على الحل مبروك كام يا ابو 18 يفتح الله والله هدو جاموس والدك 18 يا ابوي انا اللي هدي الحال يعني بتكون بتحلب ورخصتها معها واحده ضريره تحلبها خمسه وخمسه ما ينفعش لو واحده مفتحه تديها ولا يا موسى تتذكر وانت في الليل وفي النهار يا ابو يضرب بحث 18000 يفتح الله ويديك يا تمام والله مش عادل والله جموس والله معك والله معادل بينك جموس والله جموس تروح حياه اولادي زايد المناطق يا راجل تحلف يا راجل تاخذ بتروح واخذ بتروح ولا يدي جموس الله يجبن عشان الناس الواقفه دي الدفعه عشان الواقفه دي دفعنا هي دي بنتها حي بنتها زين بقول لك خمسة وخمسة على الحلف والله الولد الكامل يا دي ما تعدش عاد بالصلاة على النبي كثير ها خش 30 بسرعة والله العظيم انا مش والله ما تفكرك لما تصحى والله خلاص خلاص والله ما خلاص 4000 والله يا مستقبل 4000 والله يا مستقبل الفلوس شهر وعدتك على شهر يا عم صل على النبي صل على النبي لا ما صل على النبي والله يستاهل 10000 يا عم توكلت على بعتها كمل ايوه عم بعنا بلاش 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 خلاص يا ابو مصطفى يا اخو والله ما لنا الناس المهم من قلبك تمام الله الله هو يا اخي والله بهدي ابو سمك تمام تبارك الله الصلاه عليك ايه تحتيه يا موسى عندك تحتيه انت يا السلام الولد الكامل الولد الكامل هذا خمسه لبنها كام يا لبنها كام؟ 4-4 فلوسه الاخر ب20 28 ورقم التليفون عنده لحد عايز يتواصل معك فيها 012 05 65 7-4-5-4 اسمي كريم ما شاء الله محمود صلى الله عليه وسلم صلى على النبي تبارك الله لبنها قلت له 4-4 4-4 صلى على النبي فلوسه 28 يا رام رقاص ده خلاص بيع على هذه في جاموسة ثانية برضو يا جماعة على كديها تحتيان تحتيان تادية الصلاة على النبي إيه لبنها ده عمده ها؟ أه؟ 2 و2 يعني؟ 4-4 ما تجيبش يا اخي 3-3 ها؟ 2 و2؟ كم فلوسها؟ 27 27؟ الصلاة على النبي وبتها كبيرة يا جماعة 27 تحب تسيب رقم لحد على التواصل معك فيها؟ لا لا معكش تليفون ما شاء الله الصلاة على النبي مرة بقول 4-4 ما تجيبش يا جماعة 2.5 يعني 3-3 والله اعلم يمكن بنتها برضه ايه واخده وجبه الصبح هذا يا جماعه خش نعمل لكم فيديو ثاني لسوق الجاموس في نهايه الفيديو يا جماعه لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والناس اللي داخله تشترك في القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.